اهلا بيكم سكندري 1، ده ان شاء الله موديل اكزام 3. كل ما بتحل امتحانات اكتر بتلاقي الدنيا اتلمت معاك وظبطت معاك جدا. هنا بيقول لي وات ذا كوانتيتي من غير تفكير، اول ما الاقي كلمه كوانتيتي هقول له ام سي سكوير. ده لو قال لي كوانتيتي اوف هيت، هنا قال لي كوانتيتي اوف انرجي. ايه ده، هو في قوانين للانرجي؟ طبعا في قوانين للانرجي. الانرجي عندي 2 قانون اخد بالي منهم، يا اما الانرجي بالجول يا اما الانرجي بالمليون الكترون فولت. لو بالجول يبقى ام سي سكوير، بس الماس لازم يكون بالكيلوجرام او ماس في 931. الماس لازم يكون بوحده اسمها يو او اي ام يو. مين السي سكوير دي؟ اللي هي 3 باي 10 باور 8 سكوير، سرعه الضوء سكوير. هنا مديني الماس بالجرام، اختار انهي قانون؟ اختار القانون الاول او ممكن القانون التاني بس اعمل تحويل. نفكر في القانون الأول، هنحلها بكذا طريقة. القانون الأول هيجيب لي الإنرجي بالجول. الماس بالجرام، عايز أحول من جرام لكيلو جرام، احفظ قانون من وحدة أكبر لوحدة أصغر باي. العكس ديفايدد، عايز أحول من جرام لكيلو جرام، يبقى ديفايدد 1000. تايمز سي سكوير 3 باي 10 باور 8 سكوير. عملنا دول بالكالكوليتر طلعت 45 10 باور 12 جول. ايه ده، ولا واحد من الاختيارات. انا بقى مضطر احول لمليون الكترون فولت يمكن الاقي اجابتي. ازاي احول من جول لمليون الكترون فولت؟ ده قانون بقى عندنا حفظه في التحويلات. عايز احول من جول لمليون الكترون فولت، اعمل divided 1.6 10 باور نيجاتيف 13. لما اعمل ده بالكالكوليتر هتطلع الاجابه 2.812 ديفايد باي 10 باور 26، اللي هي الاجابه هتبقى دي. دي اول طريقه. في طريقه تاني قدامنا للحل برضو حلوه مش صعبه. نمسح كده ونختار الطريقه التانيه. احول من جرام ل اي ام يو. انا عندي الماس بالجرام، من جرام ل اي ام يو اقول له divided 1.66 10 باور نيجاتيف 24. انا كده جبت الرقم ده، اشوف الناتج هيبقى كام. انا بحول من جرام لاي ام يو. ده بقى طريقه هتلاقوها حتى في ورق التعريفات اللي بيجيلي في الامتحان، فالموضوع سهل. انا بحول من جرام لاي ام يو، طلع لي ناتج. بعد كده اجيب قانون الانرجي بالمليون الكترون فولت، الماس بالاي ام يو، اضربه في 931 هتطلع الاجابه دي. عندك الطريقتين ممكن تحل بيهم، يحول من جول لمليون الكترون فولت، وساعتها بعمل ايه؟ من جول لمليون الكترون فولت ديفايدد 1.6 10 باور نيجاتيف 13، او الطريقه الثانيه يحول من جرام لاي ام يو ديفايدد 1.66 10 باور نيجاتيف 24. هنا بيقول لي لو اليورانيوم لوس الفا، نبدأ نحل واحدة واحدة. اليورانيوم 92238، لما خسر ألفا اتحول للسوريوم. أنا مش فارق معايا إيه السوريوم، المهم طلع ألفا. إحنا قلنا لما نعمل تحويلة نعمل إيه؟ عندنا قانون بيقول لي مجموع الأرقام اللي تحت في الرياكتنت زي البرودكت، ومجموع الأرقام اللي فوق في الرياكتنت زي البرودكت. اسمه إيه القانون ده بالإنجلش؟ conservation charge وماس conservation. هنا 92 يبقى 2 بلس كام هنا؟ يبقى دي 90. طيب انا لما افقد الفا الرقم اللي تحت يقل 2 والرقم اللي فوق يقل 4، يبقى 234 كده جبت السوري. قال لي الماده دي السوريوم دي اتحولت لماده تاني اند لوس بيتا. طيب نمسح ده بقى ونخلي الماده دي تفقد بيتا، نشوف ايه اللي يحصل. احنا بس عندنا قانون قبل ما نفتكر، اي ماده تطلع بيتا الرقم اللي تحت يزيد 1. يعني 90 دي هتبقى 91 والرقم اللي فوق هيفضل زي ما هو. بيتا تخلي الرقم اللي تحت يزيد 1 واللي فوق زي ما هو، يبقى الإجابة هتبقى طبعا هتبقى دي. هنا بيقول لي when the nucleus of radioactive عدد النيوكلون 81 lost positron transferred into new element النمبر اوف نيوكلون بتاعه كام؟ بص يا جماعة، سواء فقدت بيتا أو فقدت بوزيترون عدد النيوكليون ما يتغيرش، عدد الرقم اللي فوق ما يتغيرش.
هيفضل زي ما هو. بيتا يعمل ايه؟ بيتا يزود الرقم اللي تحت واحد، البوزيترون ينقص الرقم اللي تحت واحد، الرقم اللي فوق في حالة البيتا او البوزيترون ما يتغيرش. راديوم ايزوتوبس ديفر فروم راديوم ايزوتوبس، مش في كلمة ايزوتوبس، يبقى عدد الالكترون زي بعض. الاجابة دي من غير تفكير، متشابهين بالظبط في عدد الالكترون. هنا في السؤال بيقول لي ديفر مختلفين في ايه؟ اي ايزوتوبس متشابهين في عدد الالكترون، مختلفين في عدد النيوترون. المسألة اللي بعدها هاف لايف تايم، وات از ذا ريمينينج ماس، ايه المتبقي من 6 جرام؟ ومديني الهاف لايف تايم ومديني تايم. انا ازاي بعرف مسألة زي كده؟ انا عندي 2 تايم، في تايم كتير وتايم قليل، مين فيهم الوقت القليل؟ الرقم الكبير هو التايم اللي هو 312، الهاف لايف تايم هو الوقت الاقل. في عندي قانون بيقول ايه؟ الهاف لايف تايم بيساوي التايم على النمبر اوف بيريود، على عدد المراحل. انا عايز اجيب عدد المراحل، اشوف ال 6 جرام دول عدوا بكام مرحله، عشان اشوف لما يعدوا بكام مرحله يتبقى منهم كام. اكتب القانون الاول، هاف لايف تايم بيساوي التايم على النمبر اوف بيريود. انا عايز اجيب النمبر اوف بيريود، نمبر اوف بيريود يساوي تايم على الهاف لايف تايم. بمعنى ادق كده، اختصر دنيتك، لو عايز عدد المراحل الوقت الكبير على الوقت الصغير، 312 divided 78 يطلع 4، يبقى عدد المراحل 4. نبدأ كده، أنا ابتديت بستة جرام، أول مرحلة كل مرة أعمل divided 2 هيبقى 3، تاني مرحلة 3 divided 2 تبقى 1.5، ال 1.5 divided 2 0.75، رابع مرحلة والمرحلة الأخيرة هيبقى 0.375. دي عدد البريود كل مرة تعمل divided 2، كل مرة divided 2. ده اللي اتبقى، يبقى هو دي الإجابة اللي عايزها، يبقى الإجابة هنا هتبقى دي. Gases are bad electroconductor but upon ionization، بالنسبة للionization they can conduct electricity، لو حصل لهم عملية تأين أو تفككوا يوصلوا كهرباء. مين في دول أعلى ability to conduct electricity؟ أكتر واحد فيهم يوصل كهرباء، أكتر واحد يوصل كهرباء بيقولك لو حصل له تفكك، أكتر واحد بيعمل ionization هو الألفا، أضعف واحد في البنتريشن، أضعف واحد في الاختراق، وهو أعلى واحد في الionization ألفا. أنا مديني مسألة بيقول لي عايز quantity of heat، إحنا في مسألة جات لنا من شوية quantity of energy، لو لقينا energy عند قانونين quantity of heat. إيه قانون quantity of heat؟ موضوع سهل قوي، M C دلتا T، M يعني mass، T يعني specific heat، دلتا T يعني تغيير في الحرارة. يلا نبدأ نحلها. بيقول لي 50 جرام من الكبر ومديني السبيسيفيك هيت بتاعهم is heated in the temperature increases by 10. انا محتاج الاول اجيب الكوانتيتي اوف هيت بتاع الكبر، هنا بيقول لي عايز الانكريز ان تمبريتشر، عايز الدلتا تي لو الميه كسبت نفس كميه الحراره. لو جبت الكوانتيتي بتاع الكبر يبقى هي الكوانتيتي بتاعه الووتر. بيقول لي النحاس ده اتسخن زادت حرارته 10، بيقول لك الزياده بتاعته هي نفس كميه الحراره بتاعت الكبر بتاعت الميه. لو عرفت الكوانتيتي بتاعت الكبر اعرف الكوانتيتي بتاعت الميه، نحلها. الماس بتاع الكبر كام؟ 50 جرام. السبيسيفيك هيت بتاع الكبر 0.385. دلتا تي ارتفاع الحراره كام؟ 10. الرقم ده بعد ما حليناه يطلع 192.5 جول. كده عندي الكوانتيتي بتاع الكبر. نفس المسألة وأحطها للووتر، الووتر عايز إيه من المية؟ عايز التمبريتشر. إيه قانون الكوانتيتي؟ ام سي دلتا تي، أنا كده عايز الدلتا تي بتاع المية، يبقى الدلتا تي بيساوي كيو ديفايدد ام سي. الكوانتيتي أنا لسه حل 192.5. الماس بتاع المية، الماس الجديد، أنا بحل مسألة كأني مسألة جديدة. لو عرفت اجيب الكوانتيتي بتاع الكبر هو الميه، انا استعملت الكبر عشان اجيب الكوانتيتي. الماس بتاع الميه 10، السبيسيفيك هيت بتاع الميه لازم ما يجيبهولكش، انت المفروض حافظه 4.18 او هتلاقيه في ورقه المفاهيم.
هلاقي الإجابة طالعة 4.6. مسألة سهلة جدا. هنا المسألة مادام يديني المعادلة وكاتب لي فيها دلتا اتش جنبها، يبقى أنا هنا دي مسألة كروس مالتيبليكيشن، هقارن حاجة بحاجة. What is the quantity of heat released on burning 78.9 جرام؟ عايز ال quantity بتاع الرقم ده، يبقى اروح اجيب مسألة اهي 2SO2 واكتب دلتا اتش. انا عايز ال 78.9 جرام، الدلتا اتش بتاعتهم كام معرفش، ده لسه هنعمل كروس مالتيبليكيشن. ومديني مولر ماس، كلمة مولر ماس يعني الحرارة بتاعت 1 مول. طب هنا مديني حاجة، مديني كمية دلتا اتش، بس ده هنا كام مول؟ 2 مول. عايز اخلي الاتنين دول مول وان، انا كلمة مولر ماس يعني لازم اقارن ب1 مول، يبقى اعمل كل المعادلة ديفايد تو. مبدئيا كده هقول له 198، سنحلها الاول 198.2 ديفايد تو، هيطلع الرقم 99.1. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن، انا بيقول لي الكام جرام دول الدلتا اتش بتاعتهم كام، وانا عندي ال1 مول الدلتا اتش بتاعته كام، اقارن حاجه بحاجه. ما احنا دايما قلنا تحت الماس مولر ماس، متعودين من الترم الاول عاملين اغنيه، اي ماس تحتيه مولر ماس. يبقى 99.1 تايمز 87.9، الكلام ده كله ديفايدد 64، هتطلع الاجابه نيجاتيف 136.18، عشان الرقم هنا بالنيجاتيف، هنا دلتا اتش بالنيجاتيف، يبقى الإجابة رقم 8 هتبقى B. رقم 9، مسألة هنا بيقول لي عايز التوتال هيت ريليزد فروم كومبشن، أي كومبشن طبعا قلنا اكزوثيرمك لازم يطلع بالنيجاتيف، لو 100 جرام ميثان مع 200 جرام بروبان. طب دي يتحل ازاي وما عنديش اي ارقام تاني؟ بيقول لي المادة دي لو اتحرق منها 100 جرام، والمادة دي لو اتحرق منها 200 جرام. نبدأ بقى نعمل مقارنة، ال CH4 وانا هنا الدلتا اتش او الكوانتيتي. كل جرام، لو 1 جرام، ها هنا بيقول لي كيلو جول لكل جرام، الجرام الواحد بيتحرق عند نيجاتيف 55.63. طب يبقى لو 100 جرام يطلعوا لي كام؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن. طيب المادة التانية C3H8، ونعمل الناحية التانية دلتا اتش، هنا بيقول لي كل جرام يطلع كام كيلو جول، لو 1 جرام طلعوا لي كام جول؟ 50.45. طب امال لو استعملنا 200 جرام يطلعوا كام؟ ابتدي اعمل كروس مالتيبليكيشن نحل دي الاولى. عايزه كميه ال CH4 يبقى 100 تايمز 55.63، نمسح الناحيه دي خالص، بلس الماده دي هنا هقول له 200 تايمز 50.45، احسب الاتنين دول الاقي الناتج طالع الاجابه رقم دي، الإجابة رقم صار نحلها تاني من أول وجديد، عملناها الكالكوليتر من أول وجديد طلعت 15653، يبقى يطلع الإجابة في رقم 9 الإجابة هتبقى دي. يبقى حليناها بكل سهولة عن طريق إيه؟ نرجع تاني لمنظر الجدول، كيلو جول لكل جرام، يعني كل جرام يطلع ده، كل جرام يطلع ده. هنا مسألة طبعا هيت أوف فورميشن، الموضوع سهل جدا. اي هيت فورميشن، هيت فورميشن اوف برودكت ماينس هيت اوف فورميشن اوف رياكتنت. البرودكت اهو الرقم بتاعه نيجاتيف 87، نعملها هنا بس 74.1 ماينس، نفتح براكت كبير ونحط كل رياكتنت، مفيش اي ارقام من على جنب فمش هضرب الارقام دي، نيجاتيف 283 بلس الرقم التاني نيجاتيف 726، اعمل دول بالكالكوليتر كلهم هتطلع الاجابه سي، دي سهله شغل الكالكوليتر. هنا اي
solution انا عندي في ثلاث حاجات، في H1 و H2 و H3. الدلتا H1 ده separation between solvent، ال H2 separation between solute، الاثنين دول بالبوزيتيف endothermic. ال H3 attaching او attachment between solute and solvent، ده بالنيجاتيف. هنا بيقول لي H1 plus H2 اعلى، يبقى التفاعل اندو طبعا، والدلتا H على بعضها تبقى بالبوزيتيف. هنا بقى مسألة بوند انرجي. دايما مسألة البوند انرجي اكتب المعادلة وخليها ستراكشر فورمولا، يعني ايه، حولها لشرط او تركيبات. فوسفورس بنتا كلورايد، فوسفورس ادي حرف البي، بنتا يعني خمسة، ادي بنتا كلورايد، بنتا يعني خمسة. ديكومبوز باي هيت يعني تفك بالحرارة. فوسفورس تراي كلورايد، كلمة تراي يعني ثلاثة، بلس كلوراين جاز Cl2. اوزن المعادلة قبل ما تشتغل، البي في منها بي واحدة وبي واحدة زي الفل، السي ال في هنا 3 و2 5 وهنا 5، المعادلة كده موزونة. طيب عايزين بقى البوند انرجي. البوند انرجي دايما لما تعملها حولها لشرط، ادي بي سي ال 5، ادي سي ال سي ال سي ال سي ال سي ال، كده فكنا الحتة بتاعة الرياكتنت، نفك البرودكت. بي سي ال 3 يعني بي سي ال سي ال سي ال. طب سي ال 2 يعني سي ال شبكه في سي ال. نبدا بقى نحل. ايه قانون البوند انرجي؟ انرجي ابزوربد ديورنج بريكنج بلس ريليزد انرجي ديورنج فورميشن، يعني الطاقه بتاعه الرياكتنت تاخدها الاول زائد الناحيه الثانيه بس بالنيجاتيف. ازاي؟ نعد كام رابطه هكسرها، كام واحده اسمها بي سي ال، 1 2 3 4 5 5، قيمه الواحده بكام؟ 330، كده عملنا ناحيه الرياكتنت. بلس فين الانرجي بتاعت البرودكت؟ كام واحدة اسمها بي سي ال؟ 3، بس الرقم ده هاخده بالنيجاتيف. ليه عملناه بالنيجاتيف؟ هو القانون بيقول كده، ان الناحية كلها ناحية البرودكت بالنيجاتيف. عشان ايه؟ عشان دي طاقة الفورميشن بتبقى ريليزد، طاقة بتخرج في اكزوثيرميك. بلس كام واحدة اسمها سي ال؟ سي ال كام رابطة اسمها سي ال؟ واحدة بس، قيمتها كام؟ نيجاتيف 240. اعمل دول بالكالكوليتر كلهم، بعد ما عملتهم على الكالكوليتر تطلع الاجابه دي. لو انت مش قادر تحلهم كده، قسم المساله نصين، انرجي ابزورب ديورنج بريكنج اجيب الناحيه دي الاول، واجيب الانرجي ريليز ديورنج فورميشن الناحيه دي اجيبها بعدين، بس اي حاجه من الناحيه دي اي رقم يقابلني اعمله بالنيجاتيف. هنا مديني معادلتين، ايه نوع التفاعل ده وده؟ لو لقيت اتوم خفيفه مع اتوم خفيفه اعرفها ازاي ان خفيفه الرقم اللي تحت قليل، خفيف مع خفيف بسميه تفاعل فيوجن خلط. طب لو لقيت حاجه اتضربت بالنيوترون وطلعت نيوترون يبقى ده تفاعل اسمه فيجن. مين طاقته اعلى؟ طبعا الفيوجن زي الطاقه اللي بتحصل في الشمس، يبقى رياكشن نمبر 1 برودوس مور انرجي، بس رياكشن نمبر 1 ما اسموش فيجن اسمه فيوجن. يبقى الاجابه هتبقى هنا رقم دي. احنا كده في السؤال رقم 60، الإجابة دي. When a piece of copper at temperature 150 throwing in boiling water، حطيناه في مية مغلية، heat transfer from copper to water. ليه الحرارة راحت من الكبر للووتر؟ عشان حرارة الكبر أعلى من الووتر. المية الكبر 150 والمية المغلية 100، يبقى temperature of copper higher than water، مش محتاجة. في أسئلة من سهولتها ممكن تلخبطني. هنا بيقول لي رتب حسب الاستابيليتي، كل ما كان النيجاتيف كتير يبقى مور ستيبل. هنا بيقول لي أسندنج، رتب أنت من أكتر مستقر لأقل، وبعد كده إيه عدهم تاني. ده أكتر واحد مستقر، وده بعده وده بعده. هنا بقى بيقول لي رتب أسندنج من الصغير للكبير، يبقى أعمل العكس، 3 2 1. هو اللي انا عملته فوق ده ترتيب descending، كل ما الرقم نيجاتيف يزيد يبقى more stable. Prove mathematically that the neutron is neutrally charged in light of your knowledge about the quark. مش في كلمة quark؟ قول لي تركيب النيوترون من الكوارك. هقول له داون داون اب، قيمة الداون شحنتها كام؟ الداون negative 1 over 3 plus الداون التاني negative 1 over 3. الاب شحنتها كام؟ الاب 2 over 3، اجمع دول على بعض يطلع 0، يبقى كده ده اثبات ان النيوترون 0 تشارج. كده نكون خلصنا حل
موديل 3، ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب.